بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سنتكلم في هذه المحاضرة المباركة عن منهج علماء الأشاعرة في الصفات. وقلنا أن الإيمان بأسماء الله وصفاته يتحقق عن طريق الشرع من القرآن والسنة، وكذلك يتحقق عن طريق العقل والفكر السليمين. لماذا ركزت على العقل والفكر السليمين؟ لأن المعتزلة قد اعتمدوا على العقل ولكنه عقل مجرد ليس عقل شرع، والفكر كذلك الاعتزالي فكر جريدي، أما الفكر الأشعري فكر شرعي. إذن لهذا سنتناول الإيمان بالصفات وما جاء عن طريق وما جاء بها الشرع. سنتكلم عن أمور ثلاثة. الأول هو أن الإيمان بأسماء الله تعالى توقيفية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل، إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ثانيا الإيمان بصفات الله تعالى، لا بد أن يؤمن الإنسان بصفات الله تعالى مثل الوجود والقدام والبقاء إلى غير ذلك من هذه الصفات. لا بد أن نؤمن بها، أن نؤمن بأن الله موجود، وهذه الصفة عند الأشاعرة نفسية. وعند أبي الحسن الأشعري عين الذات وليست زائدة عن الذات. ولهذا تنقسم صفات الله من حيث الإيمان بها إلى قسمين: قسم يجب الإيمان بها إجمالا أي ما قامت به الأدلة النقلية والعقلية على ذلك إجمالا في جميع، لأن هذه الصفات تجمع الصفات الكمالية في نظر العقل والنقل. في نظر العقل مثل العدل، عدل الحق سبحانه وتعالى، وحب الله ورحمته والانتقام وانتقامه ومغفرته. وقسم يجب معرفته بالتفصيل أي ما قامت به كذلك الأدلة النقلية والعقلية ولكن بطريقة تفصيلية من القرآن والسنة. وهذه الصفات التي حصرها الأشاعرة في 20 صفة. هناك صفة نفسية وخمسة ديال الصفات السلبية وسبع صفات المعاني وسبع من الصفات المعنوية. إذن الصفة النفسية هي الوجود، والصفات السلبية خمسة هي القدم والبقاء والوحدانية ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه أو ما يسمى بالغنى المطلق. وسبع صفات المعاني هي الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. وسبعة من الصفات المعنوية: كونه حيا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما، كونه حيا،
كونه قادرا، كونه مريدا. لهذا روى الشهر الثاني، هو أشعري في كتابه الملل والنحال الجزء الأول صفحة 95، ورد قولا في هذه المسائل، وقال: أن الباري تعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، مريد بإرادة، متكلم بكلام، وهذه الصفات أزلية قائمة بذاته، لا يقال هي هو ولا هي غيره. إذا تأملنا هذا الكلام للشهر الثاني، لأن الشهر الثاني يريد أن يرد على التيارات المنحرفة، فيقول أن الباري تعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، متكلم بكلام، وهذه الصفات أزلية قديمة قائمة بذاته، لا يقال هي هو ولا هي غيره. أي كما قال أبو الحسن الأشعري في هذه الصفات، صفة المعاني، قال في صفة الوجود أن صفة الوجود هي عين الذات، وأن هذه الصفات الأخرى السبع ليست عين الذات أو عين الذات. ولهذا يقول الشهر الثاني: لا يقال هي هو ولا هي غيره، لا هي عين الذات أو ليست عين الذات، لأن هذه الصفات قد استأثر الله تعالى بعلمها، لكنها زائدة عن الذات. إلا في الصفة النفسية قال: هي عين الذات وليست زائدة عن الذات، لأنها صفة نفسية لله سبحانه وتعالى. ولهذا نهج الأشاعرة منهجا خاصا في تقسيم الصفات حسب الحكم العقلي، أي الصفات الواجبة في حقه تعالى، والصفات المستحيلة في حقه تعالى، والصفات الجائزة أو الممكنة في حقه تعالى. الصفات الواجبة في حقه تعالى هي 20 صفة التي تعرف بالتفصيل من القرآن والسنة: 1 نفسية، 5 سلبية، 7 ديال المعاني، و7 معنوية. الصفة المستحيلة هي ضد الصفات الواجبة: الوجود ضده العدم. إذن وكل صفة لها ضدها في الصفة المستحيلة كما سنبين. الصفات الممكنة أو الجائزة هي صفات الأفعال كثيرة، ولهذا يتبادر إلى بعض أذهان ناشئتنا أي أن المذهب الأشعري مقصر، قد حصر الأسماء والصفات في 20 صفة. لا، 20 صفة من الأسماء. لماذا؟ لأنه عند الأشاعرة هو التوفيق، منهجهم التوفيق بين العقل والنقل، وقسموا وأن منهجهم حسب تقسيم حكم العقلي، بما هو من الحكم العقلي الصفة الواجبة، لأن العقل ينقسم إلى 3 أقسام: واجب ومستحيل وممكن. والواجب
هو ما لا يتصور العقل انتفاءه، والمستحيل هو ما لا يتصور العقل أي ما لا يتصور الواجب هو والمستحيل وهو ما لا يتصور العقل انتفاءه. إذن القسم الأول التي هي الصفة الواجبة لله تعالى التي دل عليها النقل والعقل هي 20، قسموها إلى 4 أقسام. أولا كان هناك صفة نفسية، ثم بعد ذلك الصفة، القسم الأول صفة نفسية، والقسم الثاني 5 صفات سلوبية أي 5 صفات سلوب، وسبع صفات معنوية، وسبع صفات المعاني. فالصفة النفسية يسميها السنوسي في كتابه شرح أم البراهين صفحة 25، يسميها بأنها صفة الحال، فيقول بأنها الحال الواجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة. لأن عندنا في المذهب الأشعري ليست هناك علة، العلة من منتفية في العقيدة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام ليس لام العلة بل هو لام الغاية، لأن المعلل يحتاج إلى تعليل، وهذا محال على الحق سبحانه وتعالى وهو منزه على ذلك. فأسماؤه وصفاته غير معللة وأفعاله غير معللة سبحانه وتعالى، كما ذهب المعتزلة، أي فيها لطف من الله سبحانه وتعالى لا غير معللة. ولهذا الإمام السنوسي الذي يعتبر المجدد لهذه العقيدة الأشعرية بعدما عرفت ركودا واندثارا، جددها وضخ فيها دما جديدا حسب مؤلفاته التي ألفها، منها العقيدة الكبرى والعقيدة الوسطى والعقيدة الصغرى والعقيدة الصغرى وعقيدة الصغرى الصغرى الصغرى. إذن صفة الوجود هي صفة نفسية، والصفة السلبية يعرفنا بأنها هي التي سلبت أمرا لا يليق به سبحانه وتعالى. ثم هناك صفة المعاني، وهي كل صفة موجودة في نفس الله سبحانه وتعالى. والصفة المعنوية هي الصفات الملازمة لصفات المعاني، أو هي تلك الأحكام التي تترتب على صفات المعاني. فالقسم الأول الذي قلنا صفة نفسية هي صفة واحدة وهي صفة الوجود، وبذلك يكون الوجود صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات وليست بزائدة عنها. ولهذا قال أبو الحسن الأشعري أن صفة الوجود هي عين الذات وليست زائدة عن الذات. فلهذا ذهب الأشعري إلى أن الوجود هي عين الذات وليس بشيء زائد عليها. ولهذا نجد الإمام الرازي قد اجتهد وخالف الإمام أبا الحسن الأشعري. الرازي ماذا يقول؟ يقول إن الوجود ليس عين الوجود بل هو زائد عليه ومغاير له. لماذا؟ لأنه عنده الاسم شيء والمسمى شيء آخر والتسمية شيء آخر، فإذا هذه الأسماء الثلاثة
لأنها ليست مترافضة بل متباينة فيما بينها. ولهذا نجد أبا الحسن الأشعري في صفة واجب الوجود التي هي الوجود عد صفة الوجود صفة على وجه التسامح ولم يعتبرها صفة حقيقية لأنها صفة على وجه التسامح. ولهذا قال هي عين الذات وليست زائدة عليها فاعتبرها صفة على وجه التسامح فقط لأنه عنده عين الذات ليس بزائد عليها والذات ليست بصفة ذات الله ليست بصفة لأن هنا قال على أنها صفة على وجه التسامح. وهناك داخل المذهب الأشعري من جعل الوجود زائدا على الذات كالإمام الرازي فعدها صفة حقيقية من الصفات لأن كما قلنا مذهب الإمام الرازي عدها من الصفات صفة حقيقية لا تسامح فيه لا تسامح فيه. لهذا قال الإمام الرازي في هذه المسألة كما ورد الشيخ ميارة في الدور الثامن الوجود فوصف الله تعالى بالوجود واجب لا يتصور في العقل عدمه ومن عد الوجود صفة على مذهب الأشعار تسامح لأنه عنده عين الذات ليس بزائد عليها والذات ليست بصفة. وأما على مذهب من جعل الوجود زائدا على الذات كالإمام الرازي فعدها من الصفات صحيح لا تسامح فيه. وهذه المصطلحات كلها مصطلحات فلسفية محضة هل هي تسامح صفة على وجه التسامح أو أنها ليست أو أنها صفة حقيقية فكل هذه المصطلحات فلسفية محضة لأنه لا يجب أن يعرف أن وجوده تعالى عين ذاته أو غير ذاته لأن هذه الأمور فلسفية محضة. ثم هناك دليل الأشعرية على هذه الصفات النفسية صفة الوجود دليلهم العقلي الأدلة التي يعتمدها العقل والنظر فهي ترتكز دائما على أهل العالم هو قطب رحاها وعليها مدارها أي أن العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث والنتيجة أي العالم لا بد له من محدث أحدثه وهو الله سبحانه وتعالى. أما الرازي فقد اعتمد على دليل الآفاق والأنفس كما بينا سابقا في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والدليل النقلي على وجود الله سبحانه وتعالى هو قوله تعالى في سورة يونس قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل انظروا أسلوب التلقين قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أي أن الأمر هنا للندب وليس للوجوب لأنه أمر الراسخين في العلم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال تعالى كذلك في سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ولهذا يكون الوجود نقيضه العدم.
وهذه المسألة من الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى توضيح، بأن الله موجود هي صفة نفسية قائمة بذاته. القسم الثاني وهي الصفات السلبية، وهي كل صفة نفت عن الله تعالى أمرا لا يليق به، وأن معناها هو النفي. فالقدم معناه عدم الأولوية، والبقاء معناها عدم الانتهاء إلى غير ذلك. ولأن هذه الصفات السلبية عدمية باتفاق، فهي مفهومات اعتبارية لا تحقق لها في الخارج، لا تحقق لها في الخارج، وهي خمسة كما ذكرنا: القدم، البقاء، الوحدانية، مخالفة الحوادث، القيام بالنفس. فما معنى القدم؟ القدم هو عدم الأولوية للوجود، أي أنه تعالى غير مسبوق بعدم. فإن القديم من لا أول له. وإذا أردنا أن نتأمل وأن نبحث عن صفة القديم في القرآن، فإننا لا نجدها في القرآن الكريم. لكن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الواقعة: وما نحن بمسبوقين. لكن هذا القديم له دليل من القرآن والسنة، له دليل، دليل عقلي ودليل نقلي. الدليل العقلي أنه لو طرأ عليه العدم لانتفى عنه القدم، لو طرأ عنه العدم لانتفى عنه القدم، فكل ما جاز عدمه استحال قدمه، فيصير بذلك حادثا فيحتاج إلى محدث. ولهذا الأشاعرة كفروا الفلاسفة في أمور ثلاثة. قالوا في مسألة أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وقالوا أن العالم قديم، وقالوا أن الله سيحشر الروح دون، أو سيبعث الروح دون الجسد. هذه هي الأمور الثلاثة. إذا كان العالم قديم، من سيحدث، من أحدث هذا العالم؟ فيقولون أحدثها الفلاسفة، أحدثته الطبيعة، والطبيعة تحتاج إلى من يحدثها، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان العالم حادث وليس بقديم. إذن الدليل النقلي على صفة البقاء وهو قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن كذلك تكلمنا عن القدم، قلنا له دليل نقلي ودليل عقلي. الدليل العقلي فهو أن القديم ما ليس مسبوقا بالقدم، والدليل النقلي لمسألة القدم وقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إذن هذا قديم، أي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا هو القديم. وكذلك العقل، لأن القديم هو ما ليس مسبوقا بالقدم. البقاء هو عبارة عن سلبي العدم اللاحق للوجود، هو عبارة عن سلبي العدم اللاحق للوجود، أو هو عدم انتهاء الوجود. وبذلك تكون صفة البقاء بمعنى دائم الوجود
الذي لا يقبل الفناء ولا يلحقه العدم، وذلك عن طريق الدليل العقلي والنقلي. العقلي أنه تعالى لو طرأ عليه العدم لانتفى عنه القدم، فكل ما جاز عدمه استحال قدمه، فيصير بذلك حادثا فيحتاج إلى محدث. والدليل النقلي هو قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الصفة الثالثة من صفة السلب وهي الوحدانية. الوحدانية هي عبارة عن سلب التعدد، عنه تعالى في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، فذاته وأفعاله لا تماثلها ذات، أي ذاته ليست مادية وليست مركبة وليست هي جوهر وليست عرض وليست جرم ولا تحتاج إلى حيز ولا تحتاج إلى مكان. لهذا نهج الأشاعرة منهج تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجهة، عن الجهة والمكان، الجهات الست: الفوق، الأسفل، اليمين، الشمال، الأمام، الخلف، لأن الله سبحانه وتعالى أن ذاته ليست بجهة ولا مكان، في حيز، ليست بجرم وليست بأجسام ولا يطأ عليها العرض. إذن كذلك مخالفته للحوادث أن ذاته لا تمثلها شيء من المخلوقات، كما قلنا ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. ومعنى عدم الممثلة فهو تعالى ليس بجرم ولا عرض ولا كلي ولا جزئي، لأن الجرم أو الأجسام يطرأ عليها هذه الأعراض والأعراض غير باقية متناثرة لا بقاء لها، وأنها حادثة وتحتاج إلى من يحدثها وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا مخالفته للحوادث أي تعالى لا يمثله شيء من المخلوقات، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأنه لو كان يمثله شيء لكان حادثا مثله، فيحتاج إلى محدث. وهذه المماثلة لا بد أن تشتمل على أمور، من بين هذه الأمور التي تشتمل عليها المماثلة أنه تعالى ليس بعرض، لو كان عرضا لاحتاج إلى شيء يقوم به، والاحتياج علامة الحدود، لأن العرض أي ما يطرأ على الجسم من تغيرات، من حياة وموت ومن غنى وفقر ومن صحة وسقم ومن حزن وفرح، هذه الأعراض التي لا تتغير وأن لها التصاق بالجسم، وهو سبحانه وتعالى كما قال في محكم كتابه: لا تأخذه سنة ولا نوم. وأنه تعالى ليس بجوهر، لأن الجوهر ما هو يتصف بالحيز والمكان، والله عز وجل لا يتصف بالحيز والمكان، لأن الجوهر عند المتكلمين وهو الجزء الذي لا يتجزأ، وهذا الجوهر هو مادي، وقلنا أن ذات الله ليست مادية ولا مركبة وليس متحيز. الأمر الثاني في الممثلة: لا يصح أن يقال ما هي الله أو ما هو الله، لا يصح أن يقال هذه المسألة، لأن هذا علم بديهي ضروري أن الله موجود، لا نقول ما هي الله ولا ما هو الله. المسألة الرابعة: يجب تنزيهه سبحانه وتعالى عن الصورة،
تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الصورة. لماذا؟ لأن الصورة من خواص الأجسام، لأن الصورة من خواص الأجسام. ولهذا تجد في الحديث الذي أورده مسلم: إن الله خلق آدم على صورته. إذا أخذنا هذا الحديث متشابه، نحن نقول نفي الصورة عن الله سبحانه وتعالى، إن الله خلق آدم على صورته، فلا بد أن هاء الضمير تعود على آدم ولا تعود على الله. إن الله خلق آدم على صورته الحقيقية. كيف تصورها الله سبحانه وتعالى في علمه الأزلي؟ كما قال ابن القيم الجوزيه في كتاب في مساله القضاء والقدر انها مرت بمراحل اربعه: العلم المطلق، المرحله الثانيه الكتابه، المرحله الثالثه المشيئه والاراده، عاد المرحله الرابعه الخلق. اي تصور هذه المخلوقات في علمه وازله، ثم اول ما خلق المرحله الثانيه الكتابه خلق القلم والسجل المحفوظ، فدون فيه ما تصوره الحق سبحانه وتعالى من بين ما دون في اللوح المحفوظ القرآن. ثم لا بد من مرحلة أخرى، لا بد من مشيئة وإرادة. المتكون في قوله تعالى كن فيكون، ثم جاءت مرحلة الخلق. ولهذا من الأمور المنزهة عليها لا تحتاج لهذه المماثلة، أي أن الله سبحانه وتعالى يجب تنزيهه عن الصورة، لأن الصورة من خواص الأجسام، ولهذا مخالفة للمجسمة الذين قالوا أن لله صورة كالمسيحية الأقانيم الثلاثة: الآب والابن وروح القدس، يجعل لله ذات بشرية مجسمة هؤلاء. إذن خامسا، يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجهة والمكان، فهو غير متحيز سبحانه وتعالى في مكان، لأن التحيز في المكان من خواص الأجسام والجواهر المادية. ولهذا في مسألة رؤية الله يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الحنابلة قالوا إن الله يرى كما ترى المرئيات، الأشعرية ماذا قالت؟ إن الله يرى بدون جهة وبدون مكان وبدون أي شيء، إن الله يرى بدون كيف وبدون جهة، زادوا هذه الألفاظ. فقال المخالفون في هذه المسائل أن الأشاعرة مؤولة، وسنتكلم عن التأويل. سبحان الله، الإمام الطبري توفي في 310، صاحب كتاب سماه جامع البيان في تأويل آي القرآن، وعلم الكلام لم يكن إلا مع أبي الحسن الأشعري في القرن الرابع الهجري. توفي أبو الحسن الأشعري 324 هجريا. ابن قتيبة ألف كتابا المشكل في تأويل القرآن، سنتكلم عن هذه عندما نتكلم عن تأويل الأشاعرة لصفة الأفعال. والأشاعرة منهم مفوضة ومنهم مؤولة، ليس مؤولة على الإطلاق وليس بمفوضة على الإطلاق. كتاب الإبانة سواء نسب إليه أو لم ينسب إليه أو مقالة الإسلاميين، هذا فيه تفويض تأويل. ولهذا نجد الأزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن يقسم التأويل إلى ثلاثة: قال التأويل الذين أخذوا التأويل عن طريق الظاهر، ثم التأويل المفوض الذي يرادف التأويل يرادف التفسير، ثم التأويل الذي هو صرف اللفظ
عن معناه بدليل هم الأشاعرة، حتى أن الحنابلة أنهم من أهل التأويل التفويض في هذه المسائل، كما قال البرهان، كما قال الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن كما سنبين. إذن هذا الدليل لمخالفة الحواديث له دليل من القرآن ودليل من السنة. فنجد كثير من ناشئتنا ومن طلباتنا يقول لك هذه الصفات ليست مؤصلة لا من القرآن ولا السنة، ولهذا دائما نركز على تأصيل هذه العقيدة من خلال الكتاب والسنة، فإنها لا تخرج عن القرآن والسنة بتاتا في هذه المسائل. إذن الدليل النقلي هو قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. هذا مخالفته للحواديث، أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عدم المماثلة، هذه هي مخالفته للحواديث. هذا لفظ اصطلاح، ولهذا تجد بعض ناشئتنا يقول لك لا هذه المصطلحات أنها لم تلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يا ونحن إذا رجعنا إلى كتاب أساس التقديس للرازي الذي توفي في 606، نجد أن الرازي يعيش بين ظهراننا، فقط انبأ إلى هذه المسألة وأخبرنا، قال لك لقد وقع في العلوم الشرعية مصطلحات لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت مصطلحات في علم التفسير لم يكن إلا تفسير بالمأثور، ما أصبح هناك تفسير بالمأثور، تفسير بالرأي، تفسير بالرأي فيه كثير من التفسير، تفسير الصوفي، تفسير الإشاري، هناك تفسير الريادي، تفسير البياني، التفسير اللغوي، تفسير كذا، تفسير الفقهي، تفسير كذا كذا إلى غير ذلك. كذلك في الحديث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحديث الصحيح والحديث الموضوع، فأصبح هناك الحديث الموقوف، الحديث المرسل، الحديث المنقطع، الحديث المسلسل، الحديث كذا، الحديث كذا، الحديث كذا إلى غير ذلك. كذلك في الفقه التشريعي لم يكن إلا الفقه الإسلامي، فأصبح الفقه المالكي، الفقه الزيدي، الفقه الحنبلي، الفقه كذا، الفقه كذا، الفقه كذا. دخلت في العقيدة كذلك مصطلحات جديدة، لم يكن هناك لا جسم ولا عرض ولا جرم ولا طفرة ولا إلى غير ذلك، دخلت مصطلحات جديدة في العقيدة، وأصبح الآن المصطلح علم قائم بذاته. إذن فالدليل النقلي كذلك قوله تعالى مخالفة الحوادث ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. قيمه الصفة الخامسة وهي قيامه بنفسه، ويطلق عليه الغنى المطلق. بعض المصادر تجد الأشعرية تجد قيامه بنفسه، وبعض المصادر تسمى بالغنى المطلق، وهذه الذي بنى عليها السنوسي عقيدة 66، وهذه العقيدة عقيدة تسمى بالعقيدة الراسخين في العلم، عقيدة الراسخين في العلم. 28 صفة متعلقة بالغنى المطلق، وأضدادها 28 صفة، أي بالمماثلة أي الافتقار، أي الصفة المضادة. ثم هناك 8 صفات الأنبياء والرسل واجبة في حق الأنبياء والرسل، 8 ومضادة 8، إذن 8 زائد 8 16 على الأخرين، العفو 66، 8 25 و 25 صفة، ثم زاد عليها 8 و 8 16 على 50 صفة، 25 كاينة في العفو ماشي 28، 25 اللي هي مبنية على الغنى المطلق، و 25 على على افتقاره سبحانه وتعالى، على عدم افتقاره سبحانه وتعالى. ثم هناك 8 صفات واجبة في حق الأنبياء والرسل، ثم هناك صفات مستحيلة في حق الأنبياء والرسل، هي 16 زد عليها 50 هي 66، ليس 28 بل 25 في الصفات
اللي هي حول الغنى المطلق، ثم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفة الافتقار وفيها 25 صفة هي 50، ثم جاءت 16 ديال الصفات المتعلقة بالأنبياء والرسل هي 16 على 50 هي 56، وسمها بعقيدة الست والستين وهي للراسخين في العلم. إذن قيامه بنفسه أو ما يطلق عليه الغنى المطلق هو عدم افتقار، هو عدم افتقاره سبحانه وتعالى إلى محل أو إلى حيز، فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ذات يقوم بها كما تقوم الأعراض بالأجسام، ولا يحتاج إلى أجزاء يتركب منها تتركب منها ذاته سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى مكان يحل فيه سبحانه وتعالى. والدليل من القرآن قيامه بنفسه أو الغنى المطلق قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هذا الدليل من القرآن، أي الدليل العقلي والدليل النقلي في هذه المسألة. وكذلك قيامه بنفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن القسم الثالث هي صفات المعاني، وصفات المعاني هي كل صفة أزلية قديمة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى تستلزم حكما معينا له سبحانه وتعالى، لأن صفة العلم تستلزم أن يكون المتصف بها عليما سبحانه وتعالى. ولهذا سبع صفات السبع هي صفات الكمال، صفات كمال الله سبحانه وتعالى لا تعرف إلا عن طريق الدليل التفصيلي من الكتاب والسنة، وعددها سبعة كما ذكرنا: الحياة، العلم، الإرادة، القدرة، السمع، البصر، الكلام. وهذه الصفات السبع صفات المعاني هي صفات حقيقية ليست كصفة الوجود التي قال عنها أبو الحسن الأشعري فهي تسامح، صفة على وجه التسامح، فهي صفات حقيقية لكنها زائدة عن الذات، لكنها زائدة عن الذات، فهي صفات اعتبارية إضافية لها دورها في مجال التأثير والتأثر كما سنبين. ولهذا كان صفة المعاني ليست هي عين الذات أو عين الذات، وإنما هي صفة لله تعالى. ولهذا قال اللقاني وهو أشعري مصري من قرية القانا أي من قرى مصر، توفي هو من علماء متأخر الأشاعرة 1041 هجرية، في كتابه جوهرة التوحيد قال فيها: متكلمون ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات، أي أنها صفات المعاني هي صفات ذات ليست بعين الذات أو عين الذات، ولهذا قال ليست بغير أو بعين الذات. لهذا الأشاعرة قسموا صفة المعاني إلى قسمين، أولا باعتبار القسم الأول باعتبار الدليل الدال عليها، ثم القسم التالي وهو باعتبار التعلق، أي أنهم سيتناولون هذا
الصفات عن طريق العقل والنقل. ولهذا صنفوا صفة المعاني إلى قسمين باعتبار الدليل الدال عليها، والقسم الثاني باعتبار التعلق. التقسيم الأول: صفة المعاني من حيث الدليل تنقسم إلى عقلية وسمعية. لماذا هذه الصفات؟ لأن هذه الصفات السبع التي هي الحياة والقدم والبقاء، العفو، التي هي الحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام، هذه سبع صفات، سبع المعاني. فهذه الصفات من حيث الدليل من حيث تقسيمها إلى عقلية وسمعية، فهذه العقلية ضابطها تتوقف عليها المعجزة، ضابطها توقف المعجزة عليها من صفات، أي ما تتوقف عليها المعجزة من صفات، والمعجزة تتوقف، معجزات الأنبياء والرسل تتوقف على أربع صفات، أي على صدق الرسالة، صفة أربع من هذه الصفات المعاني، هي صفة القدرة والإرادة والعلم والحياة. أي إذا أخذناها من الجانب العقلي فنجد أن ضابط هذه الصفات، صفات المعاني الأربع التي ذكرناها، وهي العلم والإرادة والقدرة والقدرة والإرادة، أي لها ضوابط عقلية بالنسبة للمعجزة، لأنها تعتبر صفات المعجزة التي تدل على صدق الرسالة. فالعقلية ضابطها ما تتوقف عليه المعجزة من صفات، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة. فهذه الصفات لا يصح الاستدلال بها إلا بالدليل العقلي، والاستدلال النقلي يصح بها على وجه التأكيد فقط، على وجه التأكيد فقط. فنجد آيات في القرآن لها علاقة بالإرادة، تتكلم عن الإرادة وتتكلم عن القدرة وتتكلم عن العلم وتتكلم عن الحياة، لكن الضوابط العقلية فهي تتوقف عليها المعجزة من المعجزة، وهي صفات أربع، وهذه الصفات لا يصح الاستدلال بها إلا بالدليل العقلي. أما بالدليل السمعي لا يكون إلا عن طريق التوكيد فقط أو التأكيد فقط. لماذا؟ لأن المعجزة، معجزة الأنبياء والرسل ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أمر خارق للعادة، عندما يعرف هو أمر خارق للعادة، مقرون بادعاء النبوة توكيدا من الله وبرهانا على الشاك في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أو على الأنبياء ليدفع الشك باليقين، فهي من الخوارق الدالة على صدق النبوة. وهذه الدلائل إنما تسمى في كتب السيرة بدلائل، وكذلك في العقيدة بدلائل النبوة، أنه لا بد ترتكز على هذه الصفات، على هذه القدرة، وهذه سنبين من حيث التعلق، القدرة لها تعلق من حيث الإيجاد، الإرادة لها تعلق من حيث التخصيص، العلم لها تعلق بمسألة الانكشاف والاطلاع، مسألة الحياة لا تعلق لها لأن الله حي
لا تعلق له لا تعلق له بأي شيء في هذه المسائل. إذن هذه الصفات، هذه الضوابط العقلية ما تتوقف عليها المعجزة من الصفات هي أربعة، وهذا يصح الاستدلال عليها بالدليل العقلي. أما الدليل العقلي النقلي فهو على وجه التأكيد فقط. المسألة القسم الثاني بالنسبة باعتبار الدليل الدال عليها، القسم الثاني قلنا الأول عقلية، فالعقلية ضابطها ما تتوقف عليه المعجزة من الصفات، وأما السمعية فضابطها ما لا تتوقف عليه المعجزات من الصفات، أي ما لا تتوقف عليه المعجزات من الصفات، وهي السمع والبصر والكلام. السمع والبصر والكلام. إذن تكون ضوابط العقلية أربعة صفات: الإرادة والقدرة والعلم والحياة، وهذه ما تتوقف عليهم المعجزات من الصفات. ما لا تتوقف عليهم المعجزة من الصفات وهي السمع والبصر والكلام، وهي سبع صفات، هذه سبع صفات المعاني، ولا يصح الاستدلال بها إلا عن طريق السمع، لا يمكن أن نستدل على سمع الله بالعقل، ولا يمكن أن نستدل على بصر الله بالعقل، ولا يمكن أن نستدل على كلام الله بالعقل. فلهذا ما لا تتوقف عليه المعجزة ولا يعرف ولا تعرف إلا بالدليل النقلي لا العقلي. فلهذا الصفة السبع تنقسم إلى الدلالة الدالة عليها إلى قسمين، فهناك ضوابط عقلية تعرف بها المعجزات، وهذه الصفات أربع، وهي الإرادة والقدرة والعلم والحياة. والقسم الثاني هناك ضوابط نقلية لا تتوقف عليها المعجزات، وهي صفات ثلاث: السمع والبصر والكلام، وهذه لا تعرف إلا بالدليل النقلي فقط. الأولى الضوابط العقلية تعرف بالدليل العقلي وتعرف بالدليل النقلي تأكيدا للعقل فقط. السمع والبصر والكلام لا تتوقف عليهم الأدلة العقلية بل الأدلة النقلية، لأنها لا تعرف إلا عن طريق الشرع في هذه المسائل. إذن التقسيم الثاني، قلنا التقسيم الأول باعتبار الدليل الدال عليها، قسمنا إلى ضوابط عقلية وضوابط نقلية. نمشي للتقسيم الثاني، صفة المعاني من حيث تعلقها، وهي أربعة أقسام من حيث التعلق. القسم الأول ما يتعلق بالممكنات فقط، وهذه الممكنات هي فقط هما القدرة والإرادة. ما يتعلق بالممكنات فقط هي القدرة والإرادة. القدرة لها تعلق بالممكن تعلق إيجاد، هي التي توجد ما أوجده الله سبحانه وتعالى، كل شيء بقضائه وقدره. الدور ديال صفة ديال القدرة هو الإيجاد، إيجاد هذا الممكن الذي كان في العدم فوجده الله سبحانه وتعالى بقدرته الإيجاد. وكذلك بالنسبة لقضاء الإنسان وقدره، كينزل ديال سنة واحدة من ليلة القدر إلى ليلة القدر بقدر، ولهذا سميت الليلة ليلة القدر، سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر التي تقدر فيها تقديرات الإلهية لهذا البشر من خير وشر،
حتى أنني وجدت في تفسير ابن عباس في هذه المسألة أن الحاج والمعتمر في تلك السنة يقدره الله لو يكتب له فيما قدره عليه في تلك السنة أنه سيحج أو أنه سيعتمر. إذن غنمشي مسألة القرعة هنا يا فمسألة كل شيء بقدره سبحانه وتعالى. أي دورها الإيجاد. أما الإرادة التي تتعلق بالممكن فدورها التخصيص، تخصيص هذه المقدورات تخصص بقدر بإرادته، دورها تعلقها بالممكن تعلق تخصيص. حتى الأرزاق ما كتجيش دفعة واحدة بتخصيص، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير في ثلاث والشر في ثلاث، في المرأة والبيت والفرس، والشر في ثلاث. إذن ليس معنى أن المرأة شريرة لا، ولكن أنها هذه في الخير في ثلاث والشر في ثلاث، في المرأة والبيت والفرس، وهذا ما كان قوله في الدريجة، القصة والعتبة والمربط. ولكن ليس الضر ديال الفرس راه هو اللي كان ضر ديال الشر او ضر، هذا مقيد بإرادته، تخصيص هذه الإرادة. يكون الإنسان غني ثم يصبح فقيرا، ويكون فقيرا ثم بعد ذلك بعد التدريج سيصبح غنيا، الى غير ذلك من المسائل. كذلك التقسيم الثاني من حيث التعلق، أي ما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. إحنا قلنا أن قسمنا الأسماء والصفات حسب الحكم العقلي، ما هو واجب في حقه تعالى، وما هو مستحيل في حقه تعالى، وما هو ممكن في حقه تعالى. من حيث التعلق قلنا هذا، من حيث التعلق هذه الأسماء هذه الصفات السبع لها تعلقات هي التي تتحكم في هذه الأمور، تتحكم في الممكن، ما هو ممكن في حقه تعالى. القدرة إيجاد العالم، الإرادة تخصيص الأرزاق إلى غير ذلك من المسائل، الحياة الموت إلى غير ذلك من المسائل دورها الإرادة. هذا ما هو ممكن في حقه تعالى، وهو الخلق، خلق هذا العالم وإلى غير ذلك منه، والرزق والحياة والموت، أي ما هو ممكن في حقه تعالى. ما يتعلق بالواجبات والمستحيلات والممكنات لهم تعلق بصفتين أساسيتين، بالعلم والكلام، بالعلم والكلام. أي تعلق العلم بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف واطلاع، عن طريق العلم يكشف لنا الله سبحانه وتعالى هذه الواجبات وهذه المستحيلات وهذه الممكنات، لأن دور العلم في هذه الأقسام الثلاثة للعقل دوره هو دور الاطلاع والانكشاف، فهو الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، عليم حتى بسير النملة أو بذبيب النملة في على الصخرة في الليلة المظلمة فإنه يعلم دبيبها، والنملة أنه لا تسمع دبيبها ولا تعرف دبيبها، وخاصة في الصخرة الصماء وفي الليلة المظلمة، وهو سبحانه وتعالى عليم بهذه المسائل. علمه كلي والعلم البشري جزئي. إذن تعلق
العين بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف واطلاع. وحنا سنبين كيف بأنه الله سبحانه وتعالى خلق المؤمن وخلق الكافر بعلمه. علمه كشف له على أن عمر قوي الإيمان وأن أبا بكر كذلك وسيدخلون الجنة وكذا. وعلم سبحانه وتعالى جهل أبا جهل وكفر أبي جهل في علمه وأزله، لأنه ليس بظلام للعبيد بعلمه الذي كشف له ذلك الأمر. ثم هناك تعلق الكلام بالواجبات والجائزات والمستحلات تعلق دلالة. وما يتعلق بتعلق دلالة في هذه، لأن تعلق الكلام بالواجبات والجائزات والمستحلات تعلق دلالة، أي أن القرآن هو الذي يكشف هذه صفة الواجبة والجائزات والمستحيلات تعلق دلالة. إذن العلم دوره الانكشاف، والكلام تعلقه دلالة، أي هو الذي يستدل أو يستدل به على هذه الجائزات وهذه الواجبات وعلى هذه المستحيلات. فيكون العلم له تعلق الانكشاف بهذه الأحكام بهذه الأقسام الثلاثة للعقل. وتعلق الكلام هو تعلق دلالة بالواجبات والمستحيلات والممكنات. أما ما يتعلق بالموجودات، ما يتعلق بالموجودات يتعلق بهما صفتان، وهي صفة السمع والبصر، صفة السمع وصفة البصر. ما يتعلق بالموجودات، وقلنا أن الموجود وهو صفة نفسية وهي عين الذات وليست زائدة عن الذات، ولا تعرف إلا عن طريق السمع والبصر، فإنه سميع بصير سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما القسم الرابع، ما يتعلق بصفة الحياة، أي ليس لها تعلق، فحياته قائمة بنفسه، ليس لها تعلق لا بممكن ولا بجائز ولا بمستحيل، لأن حياته لا يمكن أن يدركها العقل، لا يستدل بها عن طريق العقل. حياة، إذن هذه الأقسام الأربعة حسب التعلق، لأن التعلق كما عرفه الأشاعرة هو طلب صفات المعاني أمرا زائدا على قيامها بالذات يصلح لها، أي طلب صفات المعاني أمرا زائدا على قيامها بالذات يصلح لها. ولهذا عندما تجد مثلا العلم هي صفة قديمة زائدة على الذات، لأنها لها تعلق بصفة أخرى من حيث العقل، تعلق بالجائز أو تعلق بالممكن أو تعلق بالمستحيل أو تعلق بهما بالثلاثة. إذن معنى التعلق طلب صفات المعاني أمرا زائدا على قيامها بالذات يصلح لها، أي أنها تقوم بأمر زائد على الذات. فالعلم مثلا، العلم مثلا هو وصف أو صفة موجودة تستلزم شيئا زائدا على قيامه بالذات ينكشف بها، أي أن الله عليم. إذن هذا العلم له دور بماذا؟ دور تعلق ب، قلنا تعلق العلم بالجائز والمستحيل والممكن،
لأن العلم والكلام هم الذين يتعلقون بهذه الأقسام ثلاثة، بما هو بالجائز وبالممكن، بالجائز أو الممكن، وبالواجب والمستحيل. لهذا العلم مثلا صفة تستلزم شيئا زائدا على قيامه بالذات ينكشف به. القدرة صفة موجودة مستلزمة شيئا زائدا على قيامها بمحلها يتأتى بها إيجاده. فلهذا العلم، العلم الذي قلنا الذي له تعلق بانكشاف الواجبات والجائزات والمستحيلات، صفة العلم هي صفة قديمة لذاتها زائدة على ذاته، هي صفة قديمة زائدة على الذات. لماذا زائدة على الذات؟ لأن لها تعلق. لماذا هذا التعلق؟ التعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، وتعلقها تعلق انكشاف، فلهذا كان زائدة على الذات. ودورها تنكشف المعلومات، زائدة عن الذات تنكشف بها المعلومات. وكنا قلنا سابقا أن موضوع علم التوحيد هو المعلوم، أي ما يتعلق به المعلوم العلم بأقسامه الثلاث، بالواجب والمستحيل والجائز، أي أن العلم تنكشف به المعلومات التي تتعلق بها من غير سبق خفاء، لا يخفى عليه شيء، هو عالم بكل شيء. نتأمل هذا التعريف يعلم على أن صفة العلم شأنها مجرد الكشف والاطلاع، سواء تعلق بواقع ظهر إلى الوجود أو بمغيب لا يزال في جوف العدم، فهو يطلع على الاطلاع والكشف سواء على الأمور الموجودة أو على ما أمور غير موجودة. قيام الساعة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ما في الأرحام هذا شيء في العدم لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. أقل من 4 أشهر لا يمكن للإنسان أن يعرف هل الجنين ذكر أم أنثى حتى يتكون عدم، ثم بعد ذلك يرى هل هو ذكر أم أنثى. هذه مسألة التصوير تقع فيها كي يعرف هذاك الجنين هل هو ذكر أم أنثى. أما قبل هذه المسألة لا يعلم ما في الأرحام إلا هو سبحانه وتعالى. الساعة لا يعرفه قيامها إلا هو سبحانه وتعالى. إلى غير ذلك فهي دورها دور الانكشاف والاطلاع. القدرة دورها دور الإيجاد، إيجاد هذه المسائل ما يتأتى به إيجاده. ولهذا قلنا العلم صفة قديمة لذاتها زائدة على ذاته تعالى تنكشف بها المعلومات التي تتعلق بها من غير سبق خفاء، سواء ظهر هذا الوجود أو لم يظهر أو في جوف العدم. وقلنا أن تعلق العلم بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف واطلاع. فإذا كان الله لم يكلفنا سبحانه وتعالى البحث عن حقيقة ذاته وصفاته، ولم يطلب منا أكثر مما جاء فيه القرآن والسنة، هذا دائما يتساءل به ناشئتنا وطلبتنا تتساءل هذه المسائل. فعلم الكلام وخاصة فعلماء الكلام وخاصة المتأخرون من الأشاعرة قد رأوا أن قضايا دينهم تحث على البحث عن طريق النظر والاستدلال في كل ما يتعلق بالاعتقاد. هذا هو دور الراسخين في العلم، فكل صفة أنهم يعرفون بماذا تتعلق للراسخين في علم في هذه المسائل. إذا كانت العلم صفة قديمة لذاتها زائدة عن ذات الله تنكشف بها المعلومات، المعتزلة يقولون أن العلم صفة لله ليست زائدة عن ذاته، صفة لله ليست صفة زائدة عن الله، حيث يرى أنها ليست عين ذاته ولا غير ذاته.
هذا تعطيل من طرف المعتزلة. فهل يتصور أن يكون الله عالما بغير علم؟ لا، هذا تعطيل الصفات، لأنهم يرون أن صفة العلم صفة ليس زائدة على ذاته، بل هو عين ذاته المتعلقة بالمعلوم على وجه الانكشاف. إذن هما يقولون بتعلق العلم على وجه الانكشاف، ونحن نقول بتعلق الوجه على الانكشاف، في حين أننا نقول على أن العلم صفة ذاتية قائمة بذاته زائدة عليها. هم لا يقولون بهذه المسألة، لأن الاسم ليس هو المسمى وليست هي التسمية. فيقول المعتزلة عن هذه المسألة أن العلم ليست، أن العلم صفة لله ليست زائدة عن ذاته، بل هو عين ذاته المتعلقة بالمعلوم على وجه الانكشاف. لذلك سلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله منهجا في صفة الله، حيث يرى أنها ليست عين ذاته ولا غير ذاته، رغم أنها صفة قائمة بذاته وتعالى، ولا يتصور أن يكون، ولا يتصور أن يكون الله عالما بغير علم. إذن هذه الصفات ليست هي عين الذات أو عين الذات، هي صفة قديمة لكنها زائدة عن ذات الله عز وجل، لأنها هذه صفات أي لها وصف اعتباري إضافي، إما أن يكون الدلالة، وإما أن يكون الانكشاف، وإما أن يكون التخصص، وإما أن يكون الإيجاد، إلى غير ذلك من هذه المهام التي المتعلقة بها. وبذلك يكون الأشعري قد خالف المعتزلة في قولهم صفات الله عين ذاته، لأنه يرى في موقفهم تعطيل للصفات، وهذا ما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه اللمع لرد على أهل الزياغ للأشعري صفحة 28. في الدليل العقلي لصفات العلم، صفة قديمة لذاته عقل، دليل العقلي لصفة العلم، فنعطي الدليل العقلي والدليل النقلي. الدليل العقلي أن العلم صفة قديمة لذاته زائدة عن ذاته تنكشف بها المعلومات، هنا في كي يكون دور ديال العقل في هذه الصفات، وهي كشف المعلومات في هذه الأمور التي تتعلقها، سواء ما هي في الواقع أو ما ستكون عليه في المستقبل من غير سبق خفاء أو جن عليها سبحانه وتعالى. أن دور، أن دور هذه الصفة تتعلق لها علاقة ب الجائز والمستحيل، بالجائز والمستحيل والواجب، تعلق انكشاف أي تكشف هذه الأمور أقسام حكم العقلي. الدليل النقلي، هناك آيات عديدة تشير إلى علمه تعالى وإلى علمه الشامل، سواء تعلق بالماضي أو الحاضر أو المستقبل، كما قال تعالى في سورة النساء أنزله بعلمه، وقال تعالى في سورة فاطر وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. نذهب إلى صفة الإرادة. صفة الإرادة هي صفة قديمة لذاته زائدة عليها. ما هو تخصص وتعلقها؟ وهي التخصيص، أي تخصيص كل ما ممكن، أي كل ما يجوز عليه من وجود أو عدم في زمان أو مكان أو في جهة ولون إلى غير ذلك من المسائل. إذن الصفة الإرادة صفة قديمة لذاته، ولهذا قلنا أن الممكن له صفتان يتعلقان به. صفة القدرة تتعلق بالممكن من حيث الإيجاد، وصفة الإرادة لها تتعلق بالممكن من حيث التخصيص، فلهذا تكون الإرادة
صفة قديمة زائدة على الذات تخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه من وجود أو عدم. فالإرادة تخصص الممكن ولا يجوز تعلقها بالواجب والمستحيل، لأن قلنا على أن الإرادة لها تعلق بالممكن وليس لها تعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل. وتعلقها تعلق أنها تخصص الممكن. فالإرادة تخصص الممكن ولا يجوز تعلقها بالواجب والمستحيل. لماذا؟ لو تعلقت بهما لصار كل منهما ممكنا فيؤدي إلى قلب حقيقتهما. أي ما هو ممكن في حقه تعالى؟ هو خلق الخلق. والإرادة دورها هو تخصيص هذا الممكن، لأن لكل زمان وكل مكان له ناسه وله ظروفه وله كذا إلى غير ذلك من المسائل. ولهذا هذه الإرادة عند الأشاعرة لها تعلق صلوحي ولها تعلق تنجيزي. إذا كانت الإرادة صفة قائمة بذاته زائدة عليها تخصص بها الممكنات، فتلك هي الإرادة الصالحية، هي صالحة. الإرادة الصالحة بمعنى صالحية، صالحة لأن تخصص بها الممكنات، دورها هو أن تخصص الممكنات. ولهذا كانت إرادة لها تعلق، لا تنقسم الإرادة عند الأشاعرة إلى صالحية، أي صالحية قائمة تخصص الممكنات، وكذلك تكون تنجيزية. الإرادة تكون تنجيزية لأن الإرادة إذا تعلقت الإرادة بمراد المرادات فتلك تكون تلك الإرادات تنجيزية. فالتنجيز بالنسبة للإرادة هو محط تعلقها بالممكن من وجود وعدم، هذا هو تعلق ديال الإرادة، التخصص ديالها من وجود وعدم، سواء ظهر هذا الممكن إلى طور الوجود أم لم يظهر. دورها هو أن تخصص الممكن، لها تعلق صالحي أي صالحة لأن تخصص بها الممكنات، ولها تعلق تنجيزي أي أنها لها هذه تعلق هذه الإرادات بمراد المرادات فتلك هي الإرادة تنجيزية، وتعلقها المحض بالممكن من عدم أو وجود، سواء ظهر هذا الممكن إلى طور الوجود أو لم يظهر فهي تتعلق به تعليق تنجيزي في هذه المسائل. نذهب إلى القدرة. القدرة صفة أزلية قائمة بذات الله يتأتى بها إيجاد كل ممكن. ولهذا قلنا على أن الممكن له تعلقان، تعلق القدرة الإيجاد بالممكن، إيجاد هذا الممكن، وتعلق الإرادة تخصيص هذا الممكن. فالقدرة صفة أزلية قائمة بذات الله يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة، لأنه لا بد على وفق الإرادة. إذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون، فلا يكون هذا الإيجاد إلا وفق الإرادة. إذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون، لأن هذه الإرادة هي التي تخصص القدرة الإيجاد، الإرادة التخصيص. وللقدرة تعلقان كذلك، صالحي قديم لأن هذه القدرة صلاحيتها قدرة الله إيجاد هذه الأمور، سواء في كان هذا الأمر في الأزل يجب إيجاده في الوجود أو كان في العدم يجب إيجاده في الوجود، سواء كان للإيجاد أو الإعدام. لأن الشيء حين يوجد بقدرة الله وإرادته يوجد على صفة كذا وكذا كما تصورها الحق سبحانه وتعالى. فلا نقول كيف خلق
أبا جهل كافر، وكيف خلق عمر مؤمن؟ هذه المسألة لا يمكن، لأن سبق في علمه وأزله، فقدرته أوجدت عمر مؤمنا، وقدرته أوجدت أبا جهل كافرا، والله ليس بظلام للعبيد، فعلمه قد اطلع عليه، فعلمه قلنا تعلقه هو الانكشاف والاطلاع، فاطلع سبحانه وتعالى في العدم على إيمان عمر، واطلع في العدم على كفر أبي جهل. هذه المسائل هكذا تعرف هذه العقيدة، ليس فيها لا جهل ولا فيها شيء في هذه الأمور، فتعرف عن طريق العقل والتوفيق بين العقل والنقل في هذه المسألة. إذن تعلق ثاني تنجيزي حادث ديال القدرة، يعني الذي تعلقت به قدرة الله في الأزل فعلا وحقيقة، من إيجاد فلان ومن إيجاد رزقه ومن أجل وكذلك إيجاد الموت دياله المحدد في الوقت المحدد له، هذه هي القدرة، حتى الموت بقدرته سبحانه وتعالى، إيجاد الموت لك، إيجاد الحياة وإيجاد الموت، وتخصيص هذه الحياة وتخصيص الموت أنه مخصص بأنك تموت في الوقت المحدد لك فيما كنت. إذن تنجيز حادث هو الذي تعلقت به قدرة الله في الأزل فعلا وحقيقة، من إيجاد فلان ورزقه وموته في أجل محدد. نذهب إلى السمع، وقلنا أن السمع والبصر يتعلقان بالموجودات، يتعلقان بالموجودات بالسمع والبصر. السمع صفة أزلية قائمة بذات الله ينكشف بها كل موجود صوتا كان أو ذاتا أو غيرها، البصر فهو صفة أزلية قائمة بذات الله ينكشف بها كل موجود ذاتا أو لونا أو غيرهما. لماذا؟ لأن السمع والبصر يتعلقان بالموجود فقط واجبا أو ممكنا، ولا يتعلقان بالمعدوم، يتعلقان بالموجود ولا يتعلقان بالمعدوم. إذا كان موجود هذا الشيء الذي أوجده الله بسمعه وبصره، أما المعدوم لا يتعلق به السمع والبصر، يتعلق به العلم ويتعلق به القدرة وتتعلق به الإرادة ويتعلق به الكلام، لأن الكلام صفة دالة. أما السمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم، ما لا يتعلق إلا بالموجود ولا يتعلق بالمعدوم. والسمع والبصر عند الأشاعرة ثابت بالدليل العقلي والنقلي، قلنا لا يتعلق إلا بالموجود ولا يتعلق بالمعدوم. الدليل النقلي، الدليل العقلي أن السمع والبصر صفة كمال، صفة كمال يتصف بهما الحق سبحانه وتعالى، أنه يسمع ويرى. الدليل النقلي كذلك في قوله تعالى في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
فقلنا على أن السمع والبصر لا يكون إلا في الموجود وليس في المعدوم. إذا تأملنا صورة المجادلة، كيف تلك المرأة التي جاءت واشتكت من زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن فين كان هذا السمع؟ في الموجود وليس في العدم، في الموجود. إن الله سميع بصير، سميع بصير، في كان سميع بصير في الموجود وليس في المعدوم، أي بعدما خلق الخلق الوجود. والأشاعرة أثبتوا للسمع والبصر ثلاث تعلقات، للسمع والبصر ثلاث تعلقات. التعلق التمجيزي القديم وهو متعلق بذات الله وصفاته سبحانه وتعالى، هذا تعلق تمجيزي بذاته، تعلق تمجيزي قديم. التعلق الصلوحي القديم هو التعلق بالموجودات قبل وجودها، بالموجودات قبل وجودها، هذا هو التعلق الصلوحي القديم، أي تعلق بالموجودات قبل وجودها، فيكون هذا التعلق صلوحي قديم، أي لأن السمع والبصر لهم تعلق بالموجودات فقط، بالموجودات وليس بالمعدومات، فلهذا كان له تعلق تنجيزي قديم يتعلق به بصفته وكذلك بذاته. التعلق الصلوحي القديم له تعلق بالموجودات قبل وجودها، هذه الموجودات قبل وجودها كان له تعلق صلوحي، أي المتعلق بالموجودات. والتعلق التنجيزي الحادث، هناك تعلق تنجيزي قديم التي يعرف بها، تعرف بها ذاته وصفاته، وهناك تعلق تنجيزي حادث هو التعلق بالموجودات بعد وجودها، ولهذا سمي بالتعلق التنجيزي الحادث لأنه يتعلق بالموجودات بعد وجودها. والتعلق الصلوحي القديم وهو التعلق بالموجودات قبل وجودها. الكلام، الكلام، صفة الكلام هي صفة أزلية قديمة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى زائدة على ذاته، ليست هي، ليست عين ذات أو عين الذات، بل هي زائدة عن ذاته لأن لها تعلق آخر، وقلنا على ذلك التعلق وهو تعلق الدلالة. تعلق الدلالة، فإذا الكلام صفة قائمة بذات الله زائدة عليها، فهو بها آمر وناهي ومخبر، آمر بها لأنه يأمرنا بالصلاة وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ناهي ينهانا عن الزنا، مخبر قد أخبرنا بقصة فرعون وهامان، هذا فيه إخبار. فلهذا صفة الكلام هذه الصفة صفة قديمة قائمة بذات الله زائدة عليه، على ذاته، بها آمر وناهي ومخبر. فهذه الصفة القديمة التي يعبر عنها بألفاظ القرآن الكريم، والقرآن ليس بحرف ولا صوت، وهذا ما يسمى بالكلام اللفظي، هو قرآن، والقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم،
ولكنه ليس بحرف ولا صوت. فصوت اللفظ حادث والصوت حادث. ولهذا الكلام عند الأشاعرة ليس بحرف ولا صوت. كذلك اتفقوا على أن كلام الله أزل قديم قائم بالنفس، ولهذا أن قلنا الكلام هي صفة قديمة بقدم الله سبحانه وتعالى زائدة على الذات، زائدة على الذات. إذا كانت قائمة بذات الله عز وجل، وهذا هو الكلام النفسي. وإذا كان زائد عن الذات، هذا هو الكلام اللفظي. لأن الكلام اللفظي يطلق على كلام الله تعالى مجازا، يطلق على كلام الله تعالى مجازا. لأن عندنا عند الأشاعرة أن اللفظ يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز، فلهذا قالوا بالتأويل. الحنابلة أن اللفظ لا يحمل الحقيقة والمجاز، فيراد به الحقيقة فقط دون المجاز، فلهذا هذه المسائل التفويض، رغم أن تأويلهم تأويل تفويض في هذه المسائل كما ذكر الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن كما سنبين. إذن والكلام اللفظي يطلق على كلام الله تعالى مجازا، وذكروا بأن اللغة تدل على هذا، وكذلك استعمال الشرع، لأن اللغة استدلوا بشعر الأخطر الذي توفي 100 هجرية، قال: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لأن الكلام يكون دائما في النفس، ولكن يعبر عنه إذا عبر عنه باللسان يكون لفظا. فإذا أخبر الشاعر بأن الكلام يكون في النفس وإن عبر عنه باللسان. ولهذا على أن الكلام له دليل من القرآن، قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمراد هو ما في نفوسهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا قول ديالهم، لكن والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. من يعلم هذا الكلام النفسي؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالذين قالوا إنك لرسول الله هذا كلام لفظي، فالمراد هو في نفوسهم لا قولهم اللفظي، كما قال تعالى في سورة المجادلة: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول. أما السنة كذلك بالحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير من ملائي، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه بعد، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، إلى غير ذلك من الحديث، في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وحديث متفق عليه. إذن هذا الكلام كلام الله له أقسام اعتبارية: إن تعلق بطلب فعل لصلاة فهو أمر، وإن تعلق بطلب ترك الزنا فهو نهي، وإن تعلق بأن فرعون فعل كذا فهو خبر، وإن تعلق بأن الطائع له الجنة فهذا وعد، وإن تعلق الكلام بأن العاصي يدخل النار فهو وعيد. وبذلك قسم علماء الأشاعرة الكلام إلى قسمين: هناك كلام لفظي وهناك كلام نفسي. الكلام اللفظي هو ذلك القرآن منزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بصوت وبحرف. الكلام النفسي هو صفة. الكلام اللفظي هو ذلك القرآن. الكلام النفسي صفة قديمة زائدة على ذاته، ليست بحرف ولا صوت، ليست بحرف ولا صوت. ويدل عليه الكلام اللفظي، ما يدل عليه هو الكلام اللفظي. وبذلك تكون صفة الكلام ثابتة لواجب الوجود بدليلين: الدليل العقلي
هو أن الكلام صفة كمال يتصف بها واجب الوجود، وثبت أنه تعالى متكلم، وأن صفة الكلام قائمة بذاته المقدسة. دليل النقلي قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي هذا كلام لفظي. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استاجرك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منعه. ثم بعد ذلك سننتقل إلى الصفات المعنوية. هذه الصفات معاني سبعة، هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. الصفة المعنوية هي قلنا هي الأحكام، هي الأحكام التي تترتب على صفة المعاني، فكونه حيا، كونه سامعا، كونه بصيرا، كونه متكلما، كونه إلى غير ذلك من صفات السبع. وبذلك تكون الصفة المعنوية هي كل صفة قائمة بموصوف توجب له حكما، توجب له حكما. لهذا ما هو الفرق بين صفة المعاني والصفة المعنوية؟ أن صفة المعاني وجودية، والصفة المعنوية صفة ثبوتية، بمعنى أنها عبارة عن قيام المعاني بالذات. والصفة المعنوية لازمة للمعاني، بمعنى أنه يلزم من كونه قادرا أنه موصوف بالقدرة، يلزم اتصافه بالقدرة كونه قادرا. والصفة المعنوية واجبة لله تعالى إجماعا، واجبة لله تعالى إجماعا، ليس بالدليل العقلي ولا بالدليل النقلي، بل واجبة لله تعالى إجماعا. ولهذا سماها الرازي بصفة الأحوال، بصفة الأحوال نظرية. فلهذا البيجوري في تحفة المريد في جوهرة التوحيد كينسب نظرية الحال أو الأحوال إلى الإمام الرازي، حيث قال الإمام الرازي: وجود الشيء ليس عين حقيقته، وفسروا بأنه الحالة الثابتة للذات، وهذا الحال غير معلل بعلة. إذن ليس يسميها بالصفات، بيسمها بصفات الأحوال، أي تلك الأحكام في هذه المسائل. والمعتمد أن هذه الأسماء المعنوية لا تدل على الصفة أصلا، وإنما تؤخذ من صفات المعاني للدلالة على وجوب قيام تلك الصفات بذات واجب الوجود، فهي هذه الصفات المعنوية اعتبارية أي إضافية، وليست لها دلالة على صفات زائدة على الذات أصلا، ليست، لأن لا دور لها، ليست لها صفات قائمة زائدة على الذات، فهي صفات اعتبارية إضافية، لأنها أحكام، أحكام التي تترتب على صفات المعاني. ولهذا لا وجود للصفة المعنوية عند أبي الحسن الأشعري ومن سلك منهجه، لأن أبا الحسن الأشعري يعتبر هذه الصفة المعنوية صفة اعتبارية وإضافية، ولهذا يقول بأن الصفة الواجبة في حقه تعالى 13 صفة، ولكنه جمهور العلماء الأشاعرة يعتبرون على أن صفة الوجود هي 20، أن صفة الوجوب هي 20 صفة، من بينها هذه الصفة المعنوية في هذه الأمور. ثم هناك الصفات المستحيلة، قلنا الصفات الواجبة، ثم القسم الثاني هي الصفات المستحيلة.
ما معنى الصفة المستحيلة؟ هي كل صفة تدل على النقص والعيب مما لا يتصوره العقل في جانب الله عز وجل. هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفة النقص والعيب، وهي 20 مقابل، هي أضداد للصفة الواجبة. العدم ضد الوجود، الفناء ضد البقاء، الحدود ضد القدم، المماثلة للحوادث ضد المخالفة للحوادث، الافتقار ضد الغنى المطلق والقيام بالنفس، الافتقار ضد الغنى المطلق والقيام بالنفس، التركيب والتعدد ضد الوحدانية، الموت ضد الحياة، الجهل ضد العلم، الكراهة ضد الإرادة، العجز ضد القدرة، البكم ضد الكلام، الصمم ضد السمع، العمى ضد البصر، كونه حيا كونه ميتا، كونه عالما ضده كونه جاهلا، كونه مريدا ضده كونه كارها، كونه قادرا ضده كونه عاجزا، كونه متكلما ضد ضده كونه أبكما، كونه سميعا ضده كونه أصم، كونه بصيرا ضد كونه أعمى. يلاحظ أن هذه الأدلة التي قدمها الأشاعرة في صفة لإثبات صفة الواجبة له تعالى هي نفس الأدلة التي قدمها لاستحالة أضدادها، وقلنا أن الضدان لا، أن الضدين لا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن للشيء أن يكون الواحد بالذات واجبا ومستحيلا، لأن الواجب لا يتصور في العقل عدمه، لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل لا يتصور في العقل وجوده، ولهذا لا يمكن أن نجمع بين المتناقضين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.